رئيس الجمهورية يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في قرب إفريقيا ومنطقة الساحل ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة إفريقيا. مجلس الوزراء يصادق في اجتماعه الأسبوعي على عدد من مشاريع المراسيم من بينها ما يتعلق باكتتاب مؤذنين وأئمة وأيام للصناعة التقليدية. الوزير الأول يتجه إلى مدينة النعمة في أول رحلة لتدشين الخط الجوي الجديد للموريتانية للطيران بين نواكشوط ومدينة النعمة. أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني بالقصر الرئاسي السيد محمد بن شمباس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في قرب إفريقيا ومنطقة الساحل الذي يزور بلادنا حاليا. جرت المقابلة بحضور السيد محمد أحمد بن محمد لمين مدير ديوان رئيس الجمهورية والوفد المرافق للمبعوث الأممي. وأدلى المبعوث الأممي بوعيد اللقاء لوسائل الإعلام الرسمية بالتصريح التالي: أنا في نواكشوط اليوم لإجراء لقاءات مع السلطات الجديدة، وفي هذا الإطار شرفني فخامة الرئيس محمد بن الشيخ الغزواني بهذا الاستقبال، وقد أكدت لفخامته دعم وتشجيع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ونقلت له تهاني الأمين العام له بعد انتخابه على رأس الدولة الموريتانية، كما عبرت له عن دعم الأمم المتحدة لرؤيته وعمله من أجل تحقيق الانسجام الاجتماعي والوحدة الوطنية وتعزيز الديمقراطية والعيش المشترك والتنمية المستدامة في موريتانيا. لقد قدمت تشكراتي كذلك لفخامة الرئيس على التعاون الجيد مع نظام الأمم المتحدة في موريتانيا، وعبرت له عن التزامنا بالدعم المطلق للحكومة الموريتانية في جهودها للمحافظة على السلم. كما تناول اللقاء القضايا المرتبطة بالسلم والأمن في شبه المنطقة وفي الساحل على وجه الخصوص، حيث ستتولى موريتانيا في شهر فبراير المقبل الرئاسة الدورية لمجموعة الخمس في الساحل التي تلعب دورا مهما فيها. وفي هذا الصدد فإن الأمم المتحدة وبالتعاون مع شركائها ستواصل العمل بشكل وثيق مع السلطات الموريتانية لتعزيز الأمن والتنمية في شبه المنطقة. استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني بالقصر الرئاسي في نواكشوط الدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة إفريقيا الذي يزور بلادنا حاليا. جرت المقابلة بحضور السيد الشيخ الكبير مولاي الطاهر وزير الاقتصاد والصناعة والوفد المرافق لنائب رئيس البنك الدولي. وأدلى نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة إفريقيا الدكتور حافظ غانم بوعيد اللقاء للصحافة الرسمية بالتصريح التالي: النهاردة كانت بالنسبة لي فرصة كي أتحدث مع سيادة رئيس الجمهورية، وكانت فرصة أن احنا نتحدث عن برنامج البنك الدولي في موريتانيا. كما تعرفون البنك الدولي منظمة دورها الرئيسي هو محاربة الفقر، فكانت فرصة لي أننا أتحاور مع سيادة رئيس الجمهورية عشان أسمع منه آراءه وأفكاره وأولوياته في محاربة الفقر في موريتانيا، وكيف يمكن للبنك الدولي أن يساعد موريتانيا ويتعاون مع الحكومة الموريتانية في هذا المجال، وخاصة أن موريتانيا قررت منظومة جديدة اللي هي الديليجاسيون سبيسيال لمحاربة الفقر، فبالنسبة لنا دي كانت فرصة إن احنا نتحاور ونشوف كيف يمكن للبنك الدولي مساعدة هذه الديليجاسيون، وكيف يمكن أن نعمل سويا للقضاء على مشاكل الفقر في موريتانيا.
صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على عدد من مشاريع المراسيم والبيانات، من بينها مشروع مرسوم يقضي بتنظيم أيام وطنية للصناعة التقليدية الموريتانية، كما صادق على اقتراح يقضي باكتتاب 800 إمام ومؤذن لدعم الطواقم القائمة على المساجد. نتابع فيما يلي النص الكامل لبيان مجلس الوزراء. اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 5 دجنبر 2019 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولي الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بتنظيم أيام وطنية للصناعة التقليدية الموريتانية. يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى ترقية الصناعة التقليدية الوطنية وتثمينها اعترافا بقيمتها الرمزية والتراثية وبأهميتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وعلى ضوء نتائج الزيارة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية خلال الفترة ما بين 27 و28 نوفمبر 2019 لولاية إنشيري، قدم مجلس الوزراء تشكراته وتهانيه الحارة لسكان هذه الولاية على التعبئة الفائقة وحفاوة الاستقبال الذي خصصوه لرئيس الجمهورية والوفد المرافق له في هذه الزيارة الهامة التي ترأس خلالها حفل رفع العلم وأشرف على عرض عسكري بمدينة أكجوجت بمناسبة ذكرى 59 لعيد الاستقلال الوطني. كما قدم مجلس الوزراء تشكراته وتهانيه الحارة لسكان ولاية جيدي ماغا على التعبئة الفائقة وحفاوة الاستقبال الذي خصصوه لرئيس الجمهورية والوفد المرافق له في الزيارة التي قام بها لمدينة سيليبابي يوم 2 دجنبر الجاري، حيث أشرف على انطلاق مشروع توسعة وعصرنة هذه العاصمة الجهوية، وهو المشروع الذي سيؤمن الساكنة ضد مخاطر الفيضانات ويزودهم بالمنشآت والبنى التحتية الخدمية الضرورية لتحسين ظروف معيشتهم بشكل مستدام. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي. وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل. وقدم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بيانا حول اكتتاب 400 من الأئمة و400 من المؤذنين. يقترح هذا البيان آلية شفافة لاكتتاب 800 عنصر بين إمام ومؤذن لدعم الطواقم القائمة على المساجد. ومن شأن هذا الاكتتاب الذي ينظم لأول مرة في تاريخ البلد أن يغطي حوالي 40% من حاجات الجوامع على المستوى الوطني، على أن تتم تغطية النسبة الباقية بصورة تدريجية خلال السنوات المقبلة. وقدم وزير التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب الوطني ووزير التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني بيانا مشتركا حول حالة تقدم خطط عمل قطاعي التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب الوطني والتعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني. يستعرض هذان البيانان حصيلة تنفيذ خطتي عمل هاتين الوزارتين والمعوقات التي اعترضت سبيلهما وآفاقهما المستقبلية. هذا وعلق كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ووزير التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب ووزير التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني. واستعرض السادة الوزراء كل في مجال اختصاصه البيانات التي تطرق لها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي. وزير الأول السيد إسماعيل بدة الشيخ سيدية إلى الواكشوط قادما من مدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي بعد الإشراف على انطلاق خط جوي للموريتانية للطيران بين الواكشوط ومدينة النعمة وانطلاق بعض المشاريع الخدمية الهامة لصالح السكان. واستقبل الوزير الأول بمطار الواكشوط الدولي أم التونسي من طرف وزير الداخلية واللامركزية وعدد من أعضاء الحكومة ووالي الواكشوط الغربية والمدير المساعد لديوان الوزير الأول ومساعد رئيسة المجلس الجهوي لجهة الواكشوط. ورافق الوزير الأول في هذا السفر وفد يضم محمد أحمد محيميد وزير التجهيز والنقل، الديول الزين وزير التنمية الريفية، نهمت مكناس وزيرة المياه والصرف الصحي، سيدي مولاي الزين مدير ديوان الوزير الأول، إضافة إلى عدد من الموظفين الساميين بالوزارة الأولى.
أشرف الوزير الأول السيد إسماعيل بد الشيخ سيدية على بدء تشغيل موريتانيا للطيران لخط جوي أسبوعي مباشر يربط النعمة بالعاصمة نواكشوط. واطلع الوزير الأول بعين المكان على جاهزية مطار النعمة لاستقبال الرحلات الجوية، كما عاين مختلف التجهيزات الفنية التي يتوفر عليها. وارن طال أعواما، ها هو حلم ساكنة الحوض الشرقي يتحقق بإعادة تشغيل مطار النعمة وإطلاق خط جوي يربط بينه ومطار نواكشوط في رحلة أسبوعية منتظمة. الرحلة المدشنة لهذا الخط الجوي حملت على متنها الوزير الأول المهندس إسماعيل البد والشيخ سيدية الذي جاء للإشراف بنفسه على هذا الحدث البارز والمهم في حياة ساكنة الولاية، والذي يمثل لبنة أساسية في الإنجازات المتعددة الرامية إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتجارية في إحدى أهم ولايات الوطن. حفل تدشين المهيب الذي نظم بالمناسبة كان فرصة لعمدة النعمة السيد سيدي محمد أحمد جدو، ذمن فيها الإنجاز مؤكدا امتنان ساكنة الولاية وعرفانها بالجميل لتحقيقه تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني. من جهته بين وزير التجهيز والنقل السيد محمد أحمد محيميد أن إعادة تشغيل مطار النعمة يدخل ضمن الفعاليات المخلدة لعيد الاستقلال الوطني، كما أنه يندرج ضمن تنفيذ برنامج تعهداتي الذي التزم به رئيس الجمهورية والمركز على تقريب الخدمات من المواطنين أينما كانوا، مبينا اهتمام الحكومة بالربط بين مختلف مناطق الوطن والرفع من مستوى مطاراتنا الداخلية. الوزير الأول تابع على هامش التدشين عرضا قدمه المدير العام للشركة الوطنية للماء حول مكونات مشروع الظهر والمراحل التي قطعها هذا المشروع الهام الرامي إلى تزويد عديد المدن والقرى في الحوضين بالماء الشروب. تشغيل المطار وفتح الخط الجوي لاقى في نفوس ساكنة النعمة والحوض الشرقي بشكل عام ارتياحا وتثمينا كبيرين. هكذا عاد تشغيل مطار النعمة وتنظيم الرحلات الجوية إليه بعد طول انتظار، وهو ما ينتظر أن يمكن الولاية من أخذ نفس اقتصادي وتنموي جديد. وفي حفل أقيم بالمناسبة ألقى وزير التجهيز والنقل خطابا تطرق فيه إلى أبعاد هذا القرار المتعلق بفتح خط جوي أسبوعي مباشر يربط النعمة بالعاصمة نواكشوط. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الوزير الأول، السادة الوزراء، السيد الوالي، السيد رئيس المجلس الجهوي، السيد العمدة، السيد الحاكم، السادة المنتخبون، أيها السادة والسيدات، تشكل الاحتفالات المخلدة لذكرى عيد الاستقلال الوطني مناسبة للعديد من الأنشطة الحكومية وانطلاق العديد من المشاريع الهادفة إلى تحقيق رفاهية المواطنين وتقريب الخدمات منهم. ويندرج في هذا الإطار هذا النشاط الذي تشرفوننا اليوم بإطلاقه سعياً من حكومة معاليكم إلى تنفيذ رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني المتضمن في برنامجه تعهداتي الذي يولي قطاع النقل اهتماماً بالغاً من خلال العمل على تطويره وتحديث مرافقه وجميع عناصر منظومته، وهو ما من شأنه أن يعزز دوره الاقتصادي سبيلاً إلى تقريب خدماته من المواطنين. ويتأكد هذا الاهتمام في إشرافكم اليوم معالي الوزير الأول على تدشين إطلاق الرحلة الافتتاحية للخط الجوي الرابط بين العاصمة نواكشوط وعاصمة ولاية الحوض الشرقي النعمة. هذه المدينة ذات الارتباط القوي بالاستقلال الوطني من خلال دورها التاريخي في مقاومة المستعمر بشقيه الثقافي والعسكري، حيث شكلت السلسلة الجبلية المحيطة بالمدينة من الشرق والشمال والجنوب القاعدة الخلفية للمقاومين الأشاوس الذين كانوا يتحصنون في جبال النعمة ويشنون حرب عصابات على حاميات المستعمر في جميع أنحاء ولاية الحوض الشرقي، وقد كان النصر حليفهم في أغلب العمليات التي قاموا بها. معالي الوزير الأول، أيها الحضور الكريم، يندرج تنظيم هذه الرحلة في إطار العمل الحكومي الرامي إلى الربط بين مختلف مناطق الوطن بتوفير نقل جوي من جهة،
ولمواكبة التنمية المحلية التي من المتوقع أن تعرفها ولايات الوطن من خلال مجموعة المشاريع المبرمجة للسنوات الخمس المقبلة، والتي من بينها الرفع من مستوى مطاراتنا الداخلية من جهة أخرى. معالي الوزير الأول، أيها الحضور الكريم، في إطار تهيئة مطار النعمة لاستقبال هذه الرحلات طبقاً لمتطلبات الأمن والسلامة، فقد عكفت مختلف المصالح الفنية خلال الأسابيع الماضية على اتخاذ كافة التدابير الفنية الضرورية من أجل تشغيل سلس وآمن لهذه الرحلات وبشكل منتظم. نذكر من ذلك على سبيل المثال للحصر توفير البوابات الأمنية وأجهزة تفتيش الحقائب وتهيئة المحيط، صالة الركاب ومحطة الأرصاد الجوية، وتوفير المعدات اللازمة لخدمات المناولة الأرضية وتهيئة سيارات الإطفاء وإصلاح السياج المحيط بالمطار. ويتوج هذا العمل بالانطلاقة الفعلية اليوم لهذا الخط الجوي من قبل الناقل الوطني الموريتاني للطيران، مما سيمكن من تقريب خدماتها من المواطن وتوفير ظروف راحته بأقل تكلفة وبشكل يراعي قدرته الشرائية، حيث أن سعر التذكرة ذهاباً وإياباً ما بين النعمة ونواكشوط لن يتجاوز 7000 أوقية جديدة. معالي الوزير الأول، أيها الحضور الكريم، مساهمة من قطاع التجهيز والنقل في جهود حكومتكم المجسدة للانطلاقة الفعلية لقاطرة إنجاز تعهدات فخامة رئيس الجمهورية، فقد تم العمل على تنفيذ جملة إصلاحات لعل من أهمها إطلاق آلية خدمات على مستوى خدمات النقل تقريبا للإدارة من المواطن وعصرنة لها، وهي الآلية التي ستعمل حكومتكم على توسيعها لتشمل جميع القطاعات الخدمية. وفي نفس الإطار سينطلق خلال الأشهر المقبلة تنفيذ مشروع بناء طريق النعمة بيكة الأحواش الذي تم التوقيع بالأحرف الأولى على تمويله مع الصندوق الكويتي للتنمية. معالي الوزير الأول، أيها الحضور الكريم، لقد تم إنشاء الموريتانية للطيران كأداة سيادية يسند إليها تنفيذ سياسات الحكومة في مجال النقل الجوي، وتتمتع بصفة الناقل الوطني، حيث تطلع بهدف أساسي يتمثل في توفير وتقديم خدمات النقل الجوي التجاري الآمن للمواطنين المسافرين على متن رحلاتها. ولقد كانت أولى رحلاتها رحلة داخلية ربطت العاصمة الاقتصادية نواليبو والمدينة المعدنية الزويرات بالعاصمة نواكشوط. ويتكون أسطول الموريتانية للطيران من 6 طائرات يصل مجموع مقاعدها إلى 636 مقعد، ويعتبر أسطولها من أحدث الأساطير في المنطقة، وتسير الشركة 119 رحلة أسبوعية من بينها 42 رحلة تنطلق من المطارات الوطنية ضمن 20 خط جوي، حيث تغطي هذه الرحلات 15 مدينة بين داخلية وإقليمية ودولية. وتشهد الموريتانية للطيران معدل نمو متزايد، حيث سجلت في الفترة الأخيرة نموا من رقمين، ففي الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذه السنة سجلت نموا في رقم الأعمال تجاوز نسبة 12%، ونقلت في نفس الفترة 84,849 راكب، مسجلة بذلك نسبة نمو في عدد المسافرين تناهز 4% مقارنة بعدد الركاب الذين تم نقلهم في نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك على الرغم من توقف طائرتها من نوع بوينغ 737 ماكس 8 منذ شهر مارس، ومن تعرضها لجو تنافسي يتزايد يوما بعد يوم في شبه المنطقة. معالي الوزير الأول، أيها الحضور الكريم، إننا متأكدون من أن يجسد هذا التوجه الآفاق المستقبلية الواعدة لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، التي تشرئب إليها أعناق الموريتانيين في جو من الوئام والتآخي والسكينة، والمترجمة في سياسة حكومة معاليكم الهادفة
إلى الرفع من أداء قطاع النقل بكل فروعه وتقريبه من كافة فئات المجتمع لينعكس بالإيجاب على رفاهية المواطنين. عمدة مدينة النعمة بدوره ثمن هذا الإنجاز معربا باسم سكان المدينة عن ارتياح المواطنين لمثل هذه المشاريع التنموية التي تسخر بها مدينتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. معالي الوزير الأول، السادة الوزراء، السيد الوالي، السيد رئيس المجلس الشهوي، السيد الحاكم، السادة القادة الأمنيون، زملائي المنتخبون، أيها السادة والسيدات، يشرفني أن أرحب بكم في مدينة النعمة أحر ترحيب، وأعبر لكم باسم الساكنة عن كامل السعادة والامتنان لحضوركم اليوم بيننا لتلبية مطلب أساسي وملح للسكان الولاية منذ عقدين من الزمن، وذلك طبعا وعهدا من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني الذي انتخبه الشعب الموريتاني على برنامج تعهدات الطموح الذي يشرف معاليكم على تنفيذه بكل جدارة. وفي هذا الإطار لا بد من أن أنوه بأهمية هذا الخط الجوي بالنسبة لسكان الولاية. لا يخفى عليكم جميعا الدور الذي يمكن أن يلعبه في بعث حركة اقتصادية تقلل من الاختلالات التي تعاني منها الولاية على مستوى معادلات التوازن التنموي مع كثافة الساكنة، كما يساهم في بلورة مشروع القطب التنموي وجعل مطار النعمة الدولي منشأة لوجستية في إطار التجارة البينية في المنطقة. ونذكر هذه الخطوة أيضا وتذكر هذه الخطوة أيضا وتشكر لفخامة رئيس الجمهورية الذي نعبر له جميعا عن التفافنا حوله ودعمنا لمشروعه الوطني الطموح لبناء موريتانيا قوية ومزدهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتوفر مطار النعمة الدولي على مدرج عصري وقاعة للمسافرين، كما يتمتع بأحدث التجهيزات اللوجستيكية، مشكلا بذلك محطة نقل جوي آمنة ومريحة للمسافرين. ما إن أعلنت الدولة عن استئناف الرحلات الجوية بين نواكشوط النعمة ذهابا وإيابا، حتى باشرت المصالح الجهوية المعنية العمل في الميدان على تهيئة الأرضية الفنية المناسبة لذلك، بدءا بالمدرج الذي ظل لسنين مضت حبيس الرحلات الخاصة والاستثنائية، مرورا بالصالات والقاعات المخصصة لإجراءات المسافرين، وانتهاءا بقاعة الشرف التي أخذت هي الأخرى جاهزيتها المطلوبة. في الوقت الحالي الرحلة كانت ساكنة هون بحاجة لها، والحاحة اللي تخلق الرحلة ينتظروها بفارق الصبر، والمطار جاته بعثة من وزارة التجهيز والنقل تكون من جميع الإدارات المعنية، وقامت باستطلاع وجهزته وعاد جاهز لاستقبال الرحلة إن شاء الله. من برج المراقبة الجوية بمطار النعمة تتم على غرار مطارات العالم متابعة الحالة العامة للمناخ وحالة الطقس، ومنه يتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية بتعاقب الرحلات الجوية مع إعطاء الإشارة والمعلومة لمن يهمه الأمر بأي جديد يتعلق بالرحلة المبرمجة. عندنا هنا محطة أوتوماتيكية تعطي سرعة الرياح وتعطي المناخ اللي هي التمبراتير والميديتي، وحنا هنا عندنا عمل نعدلوه من كل 3 سوايع، نمشوا معلومات ألمية ونمشوا معلومات مالي للطيران المدني. الحمد لله مطار النعمة جاهز، فيه الحمد لله انفور، فيه انفيسات بولا سكنا، فيه ان تور دو كونترول، ونحن المعلومات الرصد الجوية نقبضوها ونعطوها لاسام في لا تور دو كونترول وترانسميتوهم لي بور لي زافيون. المواصفات الفنية التي يتميز بها مطار النعمة الدولي تخوله لأن يكون قابلا لاستقبال طائرات من نوع بوينغ 737-520 737-800 ماكس، إلى جانب الطائرات الأخرى الأقل حجما، وذلك على مدار الساعة حسب برمجة حركية الطيران في الأجواء الموريتانية. أدى الوزير الأول السيد إسماعيل البدة والشيخ سيدية زيارة تفقد واطلاع لعدد من المنشآت والمرافق الخدمية في مدينة النعمة، من بينها مدرسة حي المياه والشركة الموريتانية لمنتجات الألبان ومركز استطباب النعمة.
زيارات الوزير الأول المهندس إسماعيل البدوي للشيخ سدية للمنشآت العمومية والحكومية بمدينة النعمة استهلها بمدرسة ابتدائية بحي أشرم. داخل هذه المدرسة تابع شروحا فنية حول وضعية المؤسسة، ومن خلالها استمع من المسؤولين إلى واقع التعليم في مدينة النعمة وفي الولاية بشكل عام. وتجسد هذه الزيارة الأهمية القصوى التي توليها الدولة والحكومة للتعليم كمحور أساس لتنمية بلد. بعد ذلك تحرك موكب الوزير الأول باتجاه الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان، حيث كان في استقباله هناك وزير التنمية الريفية وكبار المسؤولين في المؤسسة. الوزير الأول المهندس إسماعيل البدوي للشيخ سدية تجول بين أجنحة هذا المصنع وعاين عن قرب طبيعة العمل في معالجة الألبان المحلية التي تخضع هنا لسلسلة من الإجراءات تركز في الأساس على تعقيم المادة وفحصها بأحدث الأجهزة والمعدات التي تضمن إنتاج ألبان محلية معلبة طويلة المدة. وهنا أعلن الوزير الأول عن انطلاق برنامج تنمية الشعب الألبان، ويهدف هذا البرنامج إلى إنشاء مجال رعوي يضمن ديمومة الألبان وضمان التنمية المستدامة لهذا القطاع، إضافة إلى إنشاء قطب رعوي وزراعي يشكل رافعة حقيقية لتنمية شعبة الألبان بالحوضين. الوزير الأول أدى كذلك زيارة ميدانية لمركز الاستطباب بالنعمة، وهو صرح صحي متكامل اللوازم والمعدات تم تشييده مؤخرا على نفقة الدولة. وقد اطلع الوزير الأول داخل البناية على الإمكانيات الفنية واللوجستية وعلى الأجهزة الطبية التي جعلتها الدولة في خدمة سكان مقاطعة النعمة والبلديات التابعة لها. في كل محطات هذه الجولة المسائية كان الوزير الأول المهندس إسماعيل البدوي للشيخ سدية يؤكد ويجدد عزم الحكومة على العمل بوتيرة متسارعة على تنفيذ البرامج والسياسات التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني. وفي ختام زيارته لمدينة النعمة أدلى الوزير الأول السيد إسماعيل البدوي للشيخ سدية للصحافة الوطنية بتصريح أعلن فيه عن جملة من المشاريع الهامة التي وجهتها الدولة لتنمية ولاية الحوض الشرقي. تواجد اليوم في النعمة عاصمة الحوض الشرقي تدشين هذه الرحلة المباركة إن شاء الله، الخط الجوي اللي يربط نواكشوط العاصمة بالنعمة، وهذا فرصة لنبلغ لكم ونبلغ لمواطنين ساكنة الحوض الشرقي، نبلغ لهم تحيات فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني، ونأكد لهم باسم الحكومة عن تعهدات فخامة رئيس الجمهورية بالنسبة للولاية كاملين لا يتعدلوا لا ينزادوا إن شاء الله. من ناحية أخرى نرجع لهذه الرحلة ونقول أهميتها، يعني نعرفوا عنه مطلب عند الساكنة، ونعرفوا عنه مهم إن شاء الله لا يرجع بالفضل من ناحية الاجتماعية، من ناحية من ناحية تشجيع الاستثمار لهذه الولاية اللي مهمة واللي فيها ياسر من فرص الاستثمار اللي غير مستغلة. راجين إن شاء الله وهامنا نشجعوا ذاك الاستثمار، وهذه الخطوة الأولى ذاك الاتجاه، ولا يعود ملي الأسعار هذا الخط لا يعودوا هيني، ولا احتاج نزيد عدد الرحلات دور ونزادوا إن شاء الله تعالى. من ناحية بنفس المناسبة زرنا مدرسة من اللي تعليم دائما ما خالق خطوة ولا خالق ما خالق مرحلة من مراحل زياراتنا ما أن في ذاكرتنا التعليم به اللي تعليم أولوية قصوى عند فخامة رئيس الجمهورية. وشفنا المدرسة ونقول لكم عن إصلاح قطاع التهذيب عنه الحمد لله ماشي على طريق القويم، وعنه لا يعطي نتائج طيبة ومباركة إن شاء الله. في الوقت الحالي ياسر من الأمور فاتوا خلقوا، منهم قضية تعبئة الناس كاملة من عند أباء التلاميذ والمدرسين والأسرة التربوية كاملة معبئة من يوم انطلاقة افتتاح الحملة الدراسية اللي شرف عليه فخامة رئيس الجمهورية. شفنا عن فمات إياها هبة وطنية شهر التعليم، ونسبة اليوم حتخرص اليوم نسبة الحضور للقراية يعرف عنها ما قط التحقت، وهذا مشجع ومهنئينهم بهذه المناسبة وشاكرينهم عليه وداعين الأسرة التربوية عنها تم لا ماشي في ذاك الاتجاه إلين نصلحوا التعليم
إصلاح إن شاء الله حقيقي. ودور تسمعوا اليوم كلام الوزراء، وزير التعليم الأساسي، وزير التعليم الثانوي قدم ورقة عن حصيلة اللي تم إنجازه به اليوم أمام مجلس الوزراء، ودور عود إن شاء الله في وسائل الإعلام موجود يعطي أكثر من التفاصيل على الخطوات اللي فاتنا. كذلك الصحة، الصحة هو اللي مهمة عندنا، ونعرف هذا اللي مطروح هنا تياه، اللي مطروح هنا تياه من المشاكل مطروح في المستوى الطب هون، من ناحية الموارد البشرية، من ناحية الصيانة، من ناحية توفر الأدوية، هذا كامل إن شاء الله تعالى زاد هو مبارك معاه، ولا هي اللي منه قد يعدل بالمدى القصير لا يعدل، ولإصلاح الصحة الشامل لا على كيف اللي معدل موريتاني كامل تعودوا شفتوه. احنا هون دارك مولي في هذا المصنع المهم، مصنع اللبن، وفرصة لنا انطلاقة برنامج عند وزارة التنمية الريفية، برنامج يقولوا له برنامج بروجي لي اللي هو برنامج اللبن، سميته على اللبن اللي يعني تشجيع هذا القطاع. وهذا المصنع نعرفوا عنه يعاني من عدة مشاكل، غير مبشركم عن الدولة اللي يضخ فيها أكثر من 1,200,000,000 وقية إن شاء الله تعالى. وعن هم اللي لا يتشجع المنمين ولا يتوفر لهم الأعلاف ولا يتزيد في الإنتاج اللي في مبيكة الأحواش من 40 هكتار إلى شور 120 هكتار، إذن ثلاث مرات لا يتعود طاقة الإنتاج تزيد. وهون هم اللي لا مشتقات الألبان اللي ما كانت تعدل لا يتعود تعدل مشتقات الألبان، ونقاط هم اللي تجميع اللبن لا يتنزاد، يعني كذا كامل يسمح للناس كاملة تستفيد، المنمين والساكنة والوطن الملي. تم البن، البن مصنع النعمة ينجبار موريتاني كاملة في بلد البن الخارج اللي يجمن. بنفس المناسبة على كل حال نفهم عدة مشاريع دور تشهدها هون الولاية، نذكر منها على سبيل المثال وهذا التزام تنفيذا لالتزامات فخامة رئيس الجمهورية عن ولاته لا يجيها الممن الظهر، ومناطق أخرى، مناطق أخرى يدور يجيهم إن شاء الله، كيل مبروك وغيرهم دور يجيهم الماء، ما لا يبقى بلد إن شاء الله تعالى عنده مشكلة في الماء ما انحلت. هذه لا أمثلة ماني ذاكر الأسماء كلها، غير دور إن شاء الله يجي الماء به اللي أولوية. ولا هم اللي نذكر كيف قال الوزير قبيل، نذكر قضية الطريق اللي تربط بين النعمة ومبيكة الأحواش اللي التمويل راه هو إجبرناها لها، ولا هي تبارك تبدأ الدراسة والإنجاز حسب الطريقة اللي معروفة، اللي الطرق اللي معروفة لذاك. وتوفي الأخير شاكر ساكنة على هذا الاستقبال اللي عدلوا، اللي عبروا فيه كاملين عن دعمهم بصفة واضحة باللافتات وبالصور فخامة رئيس الجمهورية، وهذا الوقوف وراء فخامة رئيس الجمهورية ما هو غريب على على على, على, على هاي الولاية العزيزة طيبة اللي أهلها طيبين، وهي مهمة عندنا حتى، وإن شاء الله تعالى تعهدات فخامة رئيس الجمهورية كلها كيف قلت لك بي دور تعدل لمصلحة الجميع إن شاء الله. السلام عليكم. شكرا جزيلا. يعمل مركز الاستطباب الجديد بالنعمة على تقديم خدمات صحية جيدة لفائدة المواطنين في ولاية الحوض الشرقي، وقد استفاد هذا المستشفى من تجهيزات حديثة ومتطورة ينتظر أن تمكن هذا المرفق الصحي الكبير من أداء المهام المنوطة به. مركز الاستطباب بالنعمة مرفق صحي عمومي حديث تم إنشاؤه مؤخرا في عاصمة ولاية الحوض الشرقي وفق المعايير العصرية، كي يستجيب للحاجيات الصحية المتنامية لساكنة ولاية مترامية الأطراف في إطار سياسة تقريب الخدمة الصحية ذات الجودة من المواطن والحد من الضغط على مستشفيات نواكشوط. بطواقمها الصحية المتخصصة والعامة وتجهيزاتها المتنوعة والمتطورة، تسعى هذه المؤسسة الصحية الكبيرة إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطن والتخفيف من معاناته. المستشفى الجديد مستشفى من 150 سرير في قدر من المعدات اللي طارين، من بينهم التلفزات من نوع جديد وفيهم سكانير، هذو معدات جديدة. في بعض من نقص من الأخصائيين اللي كان أصلوا يالتو يعود الله في مستشفى من النوع، غير في التخطيط الجديد رفعنا ذيك المسألة، وإن شاء الله يدور الله يكمل ذوك الأخصائيين المزالوا خاصين، من بينهم أخصائي في العظام وأخصائي تخدير
هذا بعد هو اللي قبل اللي خاص من الاخصائيين. الاسره موجوده، الالات الاخرى موجوده كامله في الوقت الحالي. الاشعه اللي كانت عندنا الاشعه ترجو العظام والله تلفزل، والتلفزه اللي جات نظرك تلفزات لباس بهم من نوع جديد، وسكانير ما كان عندنا عاد موجود. يؤكد القائمون على قسم الطوارئ بالمستشفى أنهم أصبحوا أكثر جاهزية وقدرة من ذي قبل على التعامل مع عشرات الحالات المستعجلة التي ترد إليهم كل يوم. هون في مصلحة حالات مستعجلة نستقبل يوميا ما يعادل 30 مريض يوميا من مختلف المناطق، القريات والمراكز الصحية والمستوصفات، المرضى المرفوعين والغير المرفوعين. وهون في الحالات المستعجلة عندنا ثلاث قاعات، قاعة الاستقبال وقاعة التوجيه وقاعة مولي الإنعاش اللي هي في حالات مستعجلة والإكزرجانس أبسولي. وتوف نستقبل جميع المرضى والحالات اللي عندهم كقاعة هاي كسال أكيد تري هي اللي نوجه المرضى بين جميع المصحات. والحمد لله اليوم مع المستشفى الجديد تخلق ياسم تطور تحسن في خدمة الصحية في الولاية، خاصة مع مجيء أخصائيين بالأخص أخصائي الرجو اللي عاد متوفر هون سكانير وجراحة هون، وبالتالي يسهل خدمة المواطن تقريبا للمواطن للخدمة الصحية هون في المستشفيات. ولطالب الاستشفاء من ساكنة النامة كما هو الحال بالنسبة للقادمين من المناطق الداخلية في الولاية تقييمهم لدور وأداء هذا المرفق الصحي. جاي من بادية تركم فتبارك الله جيد، طب فتبارك الله جيد، فتبارك الله جيد حتى ما شاء الله، وسلكنا من واكشوط فتبارك الله، وسلكنا من ذا كامل فتبارك الله. تبقى كنا عندنا ارتفاعات الكيفة والواكشوط واركبع الحمد لله الدهوة مشاكلنا الحمد لله كاملين وما شاء الله مترحمين تبارك الله. طب زين سجعين وحتى وما شاء الله راجعنا القائلين وكنا فاصلين فيه وحال أمه اللي ما شاء الله متيسر كامل واموره قريبة. أول بس كيشي بعد بناي وما بيشي ما نقبل عرفنا له شيء قاعد ممكن نفتح يا قار بعد يلا دكات يلا دكاترة ينزادوا حتى أنا يلا ينزادوا من الطبيين الخصائيين كيف النساء خاصة والأطفال. هي من بلدي ثم في نادج هي أول شيء للطب اليوم جيت وعندي رجاجين وأهلي عنه ولا ما خاص علي شيء ساعة بعد رجيت. أول شيء جيت بل منين ينقطعوا فيه هالتواعد وقطعوهم اللي بالعجلة، وجيت إلى أهل الطبيب العام ولا بطيتهم ولي لا لحقت الناس قدامي في رنق وعدنا رنق ما شاء الله وكانوا لا ما خاسر عليهم شيء، وردوني إلى أهل الحالات المستعجلة وجيتهم اللي وأول تغطوها لين نقطعها هون عند هاي الكوة نسجلها عند ظاهر لي عنهم إلا ما خاسر عليهم شيء ولا ممكن نفتح غير مأملين منه كثير. ويبقى على المواطن بوصفه المستفيد الأول من هذا المرفق أن يتطلع بدوره الحاسم في صيانته والحفاظ عليه وفق مقتضيات المسؤولية والانضباط والنظافة. تسهم الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان بالنعمة في إنعاش الحركة الاقتصادية لولاية الحوض الشرقي التي تعتبر ولاية تنمية حيوانية بامتياز. وتعمل الشركة على زيادة قدراتها الإنتاجية من الألبان ومشتقاتها وتشجيع المنمين من خلال برامج طموحة على الاندماج في سياسات الدولة الرامية إلى تنمية شعبة الألبان. أخذ من سفح الجبل موقعه المناسب واستمد من أهم ثروة في ولاية الحوض الشرقي عطاؤه المتجدد واستوحى من كدية قادي طابعه التجاري. مصنع الألبان في النعمة خزان وطني من اللبن المحلي يعمل في إطار أهداف التأسيس على أن يكون الرافعة الحقيقية لتنمية شعبة الألبان في الحوضين وعلى تطوير آلية استفادة المنمين من هذه المادة على المديين القريب والبعيد. الحقيقة هذا المصنع أدلت الدولة أصلا لأهداف تنموية حقيقية هو رفع من القيمة المضافة من ناحية الاقتصادية في المنطقة وتنمية القطاع الرعوي والقطاع المالي الزراعي ومثلا إنشاء شعبة للألبان حقيقية مستدامة
وفيها ظروف لله تضمن ديمومتها بإذن الله عز وجل. المحور الثاني والجانب الثاني هو تقوية وأداء الشركة وتنمية الشركة، زيادة قدرتها الإنتاجية، تنويع منتجاتها، زيادة قدرتها التخزينية، ومثلا اعتماد مولي وتنفيذ جملة من المشاريع التي تحسن بصفة عامة كلية أداء هذه الشركة. نجاح تجربة جمع ومعالجة الألبان المحلية في مصنع النعمة مع إحاطتها بالعناية الصحية المركزة أمور من بين أخرى جعلت الموريتانية لمنتجات الألبان تفكر في استحداث برامج تدعم المنمي وتشجع المزارع في آن واحد. المنمين بدأنا أصلا بأول مرحلة معهم هي مرحلة تنظيمهم، وعدلنا اللي قالوا التعاونيات، وعدلنا تعاونيات رعوية وزراعية، وعدلنا معهم عقود برعاية من وزارة التنمية الريفية، وفتنا الحمد لله على مستوى مقاطعة النعمة وحدها عدلنا أكثر من 100 تعاونية، وهذه 100 تعاونية فاتوا سنتا واحدين بالفعل يشتغلوا معنا، والأخرين إن شاء الله جايين في الطريق. وعلى مستوى ملي مقاطعة تنبتقى عدلنا نفس الشيء نفس النمط، عدلنا تعاونيات، وفم ملي مركز لا إن شاء الله ينطلق والله زاد ندشنه بصفة فعلية بداية شهر ثاني من السنة المقبلة، وفم مولي مقاطعة جيجيني ومقاطعة أمرج والمناطق الأخرى، بحيث عنا نوسع دائرة هاي البيئة الرعوية اللي لهنا ضمن بها منتوج يعني يومي ودائم وذات جودة إن شاء الله تعالى عالية. كل هذه المشاريع والبرامج تهدف في الأساس إلى رفع سقف الإنتاج من 80 طن أسبوعيا هو المعدل الحالي من اللبن الطازج إلى 200 طن في أفق 2020. وكان الوزير الأول السيد إسماعيل البدة والشيخ سيدية قد وصل إلى مطار النعمة الدولي على متن رحلة جوية مباشرة من الواقشوط، وتدشن هذه الرحلة بداية تشغيل موريتانيا للطيران لخط جوي أسبوعي مباشر يربط النعمة بالعاصمة الواقشوط. واستقبل الوزير الأول لدى سلم الطائرة من طرف والي الحوض الشرقي السيد الشيخ عبد الله واللواه وقائد المنطقة العسكرية الخامسة العقيد أحمد محمد سيدية مولود ورئيس جهة الحوض الشرقي والسلطات الإدارية والمنتخبين، وطلع الوزير الأول بعين المكان على جاهزية مطار النعمة لاستقبال الرحلات الجوية، كما عاين مختلف التجهيزات الفنية التي يتوفر عليها، وتلقى شروحا مفصلة حول الخط الجوي الجديد وتكاليف التذكرة ومواعيد الرحلة. أدى والي ولاية الداخلة نواديبو رفقة السلطات الإدارية والأمنية وسفير جمهورية غامبيا لدى بلادنا زيارة للمفوضية المركزية بوسط المدينة، حيث توجد مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين نجوا بعد قلق زورق كان يقلهم في عرض مياه البحر قبالة شواطئ نواديبو. وقد أدى قلق الزورق إلى وفاة 63 من المهاجرين غير الشرعيين من أصل 195 مهاجرا سريا.
ضمن جهود بلادنا الرامية إلى التصدي لكافة أشكال الهجرة السرية وفي عملية نوعية، تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على حطام قارب يحمل 150 مهاجرا بعد التطامه بصخور في منطقة شاطئية على بعد 27 كيلومتر غرب مدينة واديبو. وفور الإبلاغ عن هذا الحادث، تحركت السلطات الإدارية وكافة الأجهزة الأمنية بإشراف مباشر من والي داخلة واديبو السيد محمد الأحمد سالم المحمد رار لتقديم العون والمساعدة للركاب الناجين من هذا القارب، والبالغ عددهم 85 مهاجرا معظمهم من جمهورية غامبيا. كما قامت بدفن جثة 58 ضحية قضوا في هذا الحادث الأليم بحضور وكيل الجمهورية والطب الشرعي وقنصلي غامبيا والسنغال في واديبو. وقد وفرت السلطات الإدارية مركز إيواء مناسب ومجهز للناجين يتوفر على الغذاء والدواء ومستلزمات الراحة في انتظار استكمال الإجراءات الأمنية والإدارية لترحيل هؤلاء المهاجرين الذين عبروا عن شكرهم لموريتانيا. أنا جاري باري من جمهورية غامبي، لقد دفعت مبلغ 450,000 فرنك إفريقي للوصول إلى أوروبا، وقد كنت على متن زورق به غامبيون وسنغاليون وقد أشرفنا على الموت. الحمد لله تم إنقاذنا من طرف السلطات الموريتانية التي قدمت لنا العون في الوقت المناسب. أنا ديا ألفا سونغو من جمهورية السنغال في الأصل، وأعيش حاليا في غامبي. أنا اليوم في مدينة واديبو بعد رحلة نحو إسبانيا للهجرة غير موفقة، بحثا عن فرصة عمل من أجل المعيشة الكريمة. لقد كانت رحلة قاسية تعرضنا فيها للخديعة. الحمد لله لقد تم إنقاذنا ولقينا الرعاية المطلوبة، شكرا لموريتانيا. ويجسد هذا التدخل الإنساني اهتمام بلادنا بمكافحة الهجرة السرية من خلال التكثيف المراقبة على طول المياه الإقليمية الوطنية. توصلنا بمعلومات تفيد بوصول مجموعات من المهاجرين السريين لنقطة 27 على طريق نواكشوط، وكذلك توصلنا من معلومات من الوحدات العسكرية ومن الجيش تفيد بعثورهم على مجموعات من المهاجرين على الشواطئ. طبعا وبالتنسيق مع السلطات الأمنية والعسكرية في المدينة تحت الإشراف المباشر للسيد الوالي، تم اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإيواء هؤلاء المهاجرين، وحيث تم الانتقاء إلى عين مكان، وتم الحمد لله وجود 85 مهاجر على قيد الحياة، طبعا في وضعية مزرية، ولكن بالتوفير لهم الغذاء والدواء الحمد لله أصبحوا بحالة جيدة وتم إيواءهم كما تشاهدون. للأسف تم اكتشاف 58 جثة، وعلى كل حال تم ملي مثلا القيام بإجراءات دفنهم وفق القواعد الشرعية وبحضور ممثلين هم دبلوماسيين المعتمدين على المستوى الدولة. بعد مثلا البحث الموضوع تأكد عن أن مجموعة من المهاجرين قد تكون ما بين 152 إلى 170 حسب تصاريحهم، كانت على متن زورق انطلق مساء الأربعاء قبل الماضي من الشواطئ الغامبية باتجاه إسبانيا، ولكن يبدو أنهم ضلوا طريقهم وبعد أن استنفذوا مؤنهم والمحروقات أرادوا أن يصلوا إلى أي مكان من اليابسة. وللأسف أثناء محاولتهم لذلك ارتطم الزورق بصخرة ما أدى إلى انقلابه. وقد ثمن السفير الغامبي في بلادنا سعد السيد ماودو جورا جهود السلطات الموريتانية لتقديم العون والمساعدة لضحايا هذا الحادث، وذلك خلال زيارة أداها لمركز اللواء رفقة والي داخلة واديبو والسلطات الإدارية والأمنية والهيئات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان. لقد جئت هذا الصباح إلى مدينة واديبو وأدركت أن الوالي والسلطات الإدارية قد قاموا بالواجب وقد تم إنقاذ العشرات من مواطنينا. وأنا أشكر الحكومة الموريتانية ممثلة في سلطات كل من نواكشوط وواديبو، ونحن نعلق آمالا على طريقة التعامل والتأكد من هويات الضحايا. لقد تم التعامل مع هؤلاء بطريقة إنسانية رائعة. وبدوره عبر قنصل جمهورية السنغال في واديبو سعد السيد عباس بوغربال عن شكره وتقديره للتدخل السريع والفعال الذي قامت به السلطات الموريتانية لتقديم كافة أشكال الدعم للمهاجرين الناجين والذين قضوا في هذا الحادث. كما أشاد ممثل المنظمة الدولية للهجرة في واديبو السيد محمد مختار صار
بما قامت به السلطات الإدارية والتعامل المحكم مع جميع مراحل عملية الإيواء بالنسبة للناجين ودفن الضحايا في ظروف مرضية. احتضنت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنواكشوط عمل الورشة الوطنية لتنسيق التدخلات من أجل صياغة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي المنظمة من طرف البنك المركزي الموريتاني بالتعاون مع التحالف من أجل الشمول المالي. تهدف الورشة إلى تمكين الفئات غير المشمولة بخدمات النظام المصرفي من الاستفادة من الشمول المالي. تجمع هذه الورشة ممثلي البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والفاعلين في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، ويسعى البنك المركزي من خلالها إلى تعميق التفكير والتشاور لوضع حلول ناجعة للتحديات التي تواجه الشمول المالي في بلادنا. وتتمحور أهداف هذه الورشة حول تسليط الضوء على دور المسح الوطني والدراسة التشخيصية للخدمات المالية والمصادقة على المحاور الرئيسية، خاصة فيما يتعلق بتحديد الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى التوعية والتعبئة حول مسطرة صياغة هذه الاستراتيجية، إدراكا منه لدور الشمول المالي في التنمية الاقتصادية بشكل عام وفي الاستقرار المالي بشكل خاص. اتخذ البنك المركزي الموريتاني سلسلة من التدابير الرئيسية من بينها مشروع اعتماد استراتيجية وطنية للشمول المالي في موريتانيا. وفي ضوء هذه الاستراتيجية فإننا نعتزم القيام بما يلي في الأشهر القادمة القليلة: إجراء مسح وطني عن الشمول المالي في موريتانيا، إنشاء الهياكل الوطنية المختلفة المكرسة لتنفيذ الاستراتيجية، إنشاء آلية لجمع البيانات وتحليلها ذات صلة بتعزيز التدابير الشمول وخاصة بالنسبة للنساء والشباب. إلى ذلك سنعتمد قبل نهاية عام 2020 استراتيجية وطنية للشمول المالي تستهدف فئات السكان المحددة في ورشة عمل تعبئة الفاعلين الوطنيين حول الشمول المالي المنعقدة في نواكشوط يومي 8 و 9 يوليو 2019. وتشمل هذه الفئات السكانية من بين آخرين الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية وشبه الحضرية والنساء والشباب. ويعني الشمول المالي تقديم كل الخدمات والمنتجات المالية والمعاملات المصرفية للأفراد والمؤسسات بطرق سليمة وبأسعار في المتناول لتلبي احتياجات الفئات غير المشمولة بخدمات النظام المصرفي. تم في مدينة نواذيبو تخليد اليوم العالمي لعمال المناجم الذي يصادف الرابع من دجنبر الجاري تحت شعار سنيم عطاء مستمر لمستقبل واعد. وعرفت التظاهرة المنظمة من طرف الرابطة الرياضية والثقافية لسنيم تنظيم عدة أنشطة رياضية وثقافية وفلكلورية لصالح أبناء العمال وعائلاتهم. في عيد عمال المعادن الذي يصادف الرابع من دجنبر من كل عام تم تنظيم عدة أنشطة داخل مدينة نواذيبو، وشملت الفعاليات المخلدة لهذه المناسبة إقامة سباق للدراجات الهوائية لصالح ثلاث فئات بين نواذيبو والزويرات، وشملت الفئة الأولى ما بين 8 إلى 12 سنة لمسافة 3 كيلومترات، أما الفئة الثانية فهي من 12 سنة إلى 17 سنة على مسافة 6 كيلومترات، بينما كانت الفئة الثالثة لما فوق 18 سنة. ومن بين المشاركين بعض كبار السن في هذا السباق الذي امتد على مسافة 18 كيلومتر داخل حي كانصادو العمالي. وعلى بعد عدة كيلومترات من الحي المذكور احتضن ميدان الرماية بمحاذاة الرأس الأبيض مسابقة للرماية التقليدية ضمن الفعاليات المخلدة لعيد عمال المناجم. ودائما في إطار الأنشطة المخلدة لعيد عمال المناجم نظم قسم السباحة والصيد الرياضي مسابقة في مجال الصيد الرياضي على شواطئ كانصادو، ويشارك في هذا النشاط المئات من المهنيين والهواة في هذه الرياضة التي بدأت تستهوي أعدادا كبيرة خاصة داخل هذه المدينة الشاطئية. يا ربي صلي على النبي. وفي المساء أقيمت سهرة فنية في الباحة المقابلة لفندق وازيان وسط حضور رسمي معتبر، وخلال هذه التظاهرة سلمت شهادات تقديرية في مسابقات هذه التظاهرة العمالية من قبل الحضور الرسمي مقدمة من طرف الرابطة الثقافية والرياضية لسنيم التي اختارت شعارا لتظاهرة هذا العام سنيم عطاء مستمر لمستقبل واعد. الجمهور داخل حي كانصادو العمالي رابط حتى ساعات متأخرة من ليل نواذيبو الشتوي للاستمتاع بفقرات هذا الحفل المتنوعة في إطار تخليد عيد عمال المناجم على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو.
نظم برلماني حزب الصواب ندوة خلدوا من خلالها اليوم العالمي لإلغاء الرق والمعاملات المهينة للكرامة الإنسانية، وتطرق المتدخلون إلى ضرورة تطبيق قانون محاربة العبودية وتجريمها. تخليدا لليوم العالمي لإلغاء الرق والمعاملات المهينة للكرامة الإنسانية، نظم برلماني حزب الصواب ندوة عبروا من خلالها عن ضرورة تطبيق قانون محاربة العبودية وتجريمها. احنا كيف قلنا لكم محددنا ورقات هي إثارة لمجموعة من الأسئلة حول ظاهرة الرق في بلادنا، كيفية القضاء عليها، هي كممارسة، والقضاء على ما تم خضع عنه من أثار. النائب برامو للداهو العبيد أكد أن بلادنا قطعت أشواطا كبيرة في مجال الترسانة القانونية مقارنة بالبلدان المجاورة، لكنها ما زالت تعاني من مشكل العبودية. مهم عندنا تخليد هذا اليوم كموريتانيين به لموريتان ما زالت تعاني من العبودية ورواسبها، ورغم التقدم الكبير لعدلة موريتانيا في مجال الترسانة القانونية، ترسانة موريتانيا القانونية متفوقة على الترسانة القانونية في البلدان المجاورة. بموريتانيا قطعت شواط كبيرة في القانون منين عدلت العبودية جريمة ضد الإنسانية، وهذه قاعدة مهمة للانطلاق من أجل القضاء على العبودية في جميع أنحاء التراب الوطني. وذاك ملي هو اللي نحن مستعدين إياك نساند ونتكاتفوا مع النظام إنين يعود في هذا الاستعداد التام للقضاء للعبودية. إياك تعود هذه الخمسية حكامتها حكامة فيها معارضة ومولاة بينهم، تكامل وتكافل وكلهم في موقعه، الموالاة موقعها من الحكم والتسيير، ونحن مولي كمعارضة في موقفنا من النقد والنصح والتقييم. نائب كومبا دادا كان أبرزت أهمية محاربة العبودية عبر إرادة قوية تتضافر فيها الجهود لتحقيق هذا الهدف. النائب سعداني من تخيطور ذكرت بمشكل الرق وما نجم عنهم من معاناة في الماضي والحاضر. السيد عمر وليالي دعا إلى ضرورة إيجاد الحلول المناسبة للقضاء على مشكل العبودية. وفي معرض رده على أسئلة الصحافة والحضور، أعرب النائب برام للداهو العبيد عن تثمينه لجو الانفتاح السياسي الجديد. والله لم همني الانفتاح السياسي العدل محمد الشيخ القزواني الرئيس على طياف المعارضة كامل، ومثمنين العافية اللي بدرت منه، ومثمنين نحن بالأخص أنا برام الدهبيد والكتلة داعمتني، مثمنين تعاطي معانا الإدارة والأمن في ظل حكم محمد والشيخ والغزواني، مثمنين أيضا شيوخة هو الانفتاح الإعلامي هاي راك تلفزة موريتانيا، وهي والوكالة الموريتانية للأنباء وراديو موريتانيا متابعيننا في جميع نشاطاتنا، وهذا ما هو مألوف هم اللي وراجعين عن ذي يتواصل، وهذا الشيء يثمن ومهم ونحن مثمنينه. وبشكل عام ناقشت هذه الندوة العديد من المواضيع أبرزها ظاهرة الرق، إضافة إلى البحث عن الحلول المناسبة للقضاء عليها. نظم اتحاد الأكاديميين والمثقفين الدوليين فرع موريتانيا بالتعاون مع المركز الثقافي المغربي في نواكشوط ندوة علمية حول العلاقات الثقافية الموريتانية المغربية مدينتي ولاتا ومراكش نموذجا. وأكد مدير المركز الثقافي المغربي السيد سعيد الجوهري في كلمة بالمناسبة أن تنظيم هذه الندوة يكتسي أهمية بالغة لقرب تزامنها مع اختتام فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان المدن القديمة في شنقيط. وقد تناولت المحاضرات خلال الندوة العلاقات الثقافية بين الحواضر الموريتانية والمغربية وأهمية تلك الحقبة من التواصل الثقافي بين الشعبين، والتي اتخذها العلماء مضية لتعميق التبادل الثقافي والتجاري بين البلدين. ختام النشرة، عد للتذكير بأبرز ما جاء فيها.
رئيس الجمهورية يستقبل المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة إفريقيا. مجلس الوزراء يصادق في اجتماعه الأسبوعي على عدد من مشاريع المراسيم من بينها ما يتعلق باكتتاب مؤذنين وأئمة وأيام للصناعة التقليدية. الوزير الأول يتجه إلى مدينة النعمة في أول رحلة لتدشين الخط الجوي الجديد للموريتانية للطيران بين نواكشوط ومدينة النعمة. هذا وبإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وإلى اللقاء.